يا اهل الهجن كلن يشد العليقه السبقه ما كل عزب حوتا الحلم الاول صار واصبح حقيقه المملكه وملوكها حققتها الهجن يا اهل المملكه وشقيقه من جري ما عودت لو ديتها من عب ما راحت علينا وسيقه الفيصل يرد الهجن وثمرتها سيقه من صف وانظار العرب سبلتها ملحية الذرعان شاقرة رقيقه والقض بين بطانها وحجبتها اضمرها ما كل شخص يطيقه على المساري ما تفرض بدنتها فجنا حركة المرافق عويقه مضرومة ما هي ترد لحمتها من زر من كبها تبين الحقيقه عسم اليدين وفالرجيل الوحتها النحرت شفت النهار وخليقه واندبرت غطى الفقار حركتها فيها من الريم المذيع طقيقه تنهى على العرض وبليس رفقتها لا الله المعبود وراح دقيقه خفضها اللي ما تراط تحتها شوط الغلس ما هي بله بالرفيقه شوط الظهيره فيه ترقب بختها الى حضر حبك من اجد العريقه واهل خليقه شيوخها حضرتها رفت شنابات الرجال الطريقة شوفنا العرق بفوفها وجهزتها كل من الحظة يغص شقيقة يقول خليك واقف من جهتها مع طلعة الفتحة يراقب رفيقة وعصيهم عاد البطن ما سكتها واليان طحنا الشمس والنس غقة تلقى سبوق الخمسة لولا قفتها قامت جماهير وحرك عصاها عقب ما نش فريقه على فقارتها العصا جننتها على العصا تعطي لحق رشيقه قبل النهايه الاوله بدلتها انت تولى من وداي رفيقه عصايل وامتها من جبتها والمشتر الطيب يزود الوثيقه خطوه سبوق والعرب خبرتها هذه هي اللي تستحق الحقيقه من كف جايزتها ولي عهد الدار فزعت رفيقه كف لها والكف الاخرى حمتها هذا ولد سلمان ما له طريقه الا على درب جدوده مشتها سلمان بن عبد العزيز الحقيقه مالك مالك حياكم الله مشاهدين قناه الساحه الفضائيه واهلا وسهلا بكم من الفعاليات المصاحبه لمهرجان ولي العهد الهجن في نسخته الثانيه نتواجد الآن في المنطقة المخصصة للفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن طبعا هذه الفعاليات وهذه المعارض المصاحبة للمهرجان جميعها تصب وتهدف إلى تعريف أبنائنا وأبناء هذا الوطن الغالي بالموروث الشعبي أتواجد الآن أعزائي المشاهدين أمام المحلات المخصصة أو ما يسمى بتراثا الدكاكين المخصصة للأشياء الحرفية التراثية طبعا ما يقارب 25 محل جميع هذه المحلات تقدم الحرف القديمة وجميع من يتواجد فيها من أهالي هذا الوطن من كبار السن ومن كبيرات السن الذين عشقوا هذه الهواية وعملوا للحفاظ على هذا الموروث الغالي على قلوبنا تابعونا إلا على درب جدوده مشتها سلمان بن عبد العزيز الحقيقة مالك مالك والله ملك مملكتها يا أهل الهجن كلن يشد العليقة السبقة ما كل عزب حوتها الآن مشاهدينا الكرام متواجدين أمام دكان معلم البناء بالحجر ما شاء الله العم بانين هنا بالحجر وبانين على المداخل سيك بالخير طال عمرك سيك الله بالرضا يا هلا وشلونك الله يحييك الله يسلمك اولا ودنا نعرف وش الشيء اللي عندك وش الشيء اللي تقدمه وش الشيء اللي تعرضه لزوار المهرجان انا معلم بناء الحجر التراث القديم ما شاء الله
ولا ابتكرت يعني النحت على الحجر، نحت الأسماء على النحت على الحجر، فلقيت يعني يرغبونها الناس، وأنا الآن شغال فيه وبالبناء برضه. ما شاء الله. حمد. هذه أنت اللي نحتها يا عم؟ نعم نعم. ما شاء الله. الحمد لله. طيب تنحت على حجر معين أو على أي حجر؟ لا على حجر معين، واللي هو هذا الحجر، ما كل حجر ينحت عليه. من وين تجيب هالحجر؟ هذا الحجر أجيبه من مناطقنا يعني الطائف، بعيد عن الطائف. طيب يا عم، متى آخر مرة بنيتوا بالحجر؟ أنا أشوفك باني لك جدار هنا بالحجر وجدار في الناحية الثانية، متى آخر مرة في عمرك بنيتوا بالحجر؟ أنا كنت أبني على خفيف يعني، من أول ماني يعني مقاول كبير أو حاجة، على خفيف حقة بلاد أو حاجات خفيفة. المهم إني محب هذا المهنة، الحرفة هذه أحبها وأشارك بها في المهرجانات. شاركت في الجنادرية 8 سنين، وفي عكاظ يمكن زيها، وأنا الآن بس أشارك في المهرجانات، ما عندي مقاولات ولا شيء في الحجر. أصبح حقيقة هالمملكة وملوكها حققتها، الهج لي أهل المملكة وشقيقة من جري الماء عودت لوديتها، من عب من راحت علينا وسيقها الفصل يرد الهج. ما زلنا مستمرين، وأنا تواجد الآن أمام جناح آخر من أجنحة هذا المهرجان ومن هذه الفعاليات في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا، مهرجان سمو ولي العهد. أتواجد الآن أمام متحف الهجن. طبعا متحف الهجن يحمل أشياء كثيرة، يحمل تقنية الهيلوغرام، هذه التقنية الحديثة التي تعرض لجميع زوار هذا المهرجان جميع فئات الهجن وجميع أنواع الهجن وجميع الفئات العمرية للهجن. كذلك يوجد أمامكم وسوف نشاهدها الآن لوحة مخصصة فيها جميع أنواع الهجن، وفيها كذلك المراحل التي مرت بها المملكة العربية السعودية لتطوير هذه الرياضة الغالية منذ المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله إلى وقتنا الحالي، هذا الوقت الزاهر الذي يتسم بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لدعم هذه الرياضة الغالية على قلوبنا جميعا. تعالوا معنا نشوف اللي في متحف الهجن. في هذه اللوحة جميع بيانات الهجن، البيانات الأساسية للهجن منذ بداية خلق الله سبحانه وتعالى، والآيات والاستدلال الذي جعل للإبل مكانتها عند العرب ومكانتها في جزيرة العرب لما تقوم به من مهام، سواء في التنقل مكان إلى آخر أو في الركوب أو في تحمل الصحاري والشدة فيها أو في الاعتماد عليها في الغذاء. كذلك أنواع الهجن من الذلول الحرة، الهجن الحراير، والذلول العمانية، والهجن الصيعرية والمهرية، وكذلك الذلول السودانية والشرارية والدوسرية، إضافة إلى اهتمام المملكة العربية السعودية بالهجن، سواء في المهرجان الكبير مهرجان الملك عبد العزيز الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أو مهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام على ميدان الطائف، ونحن الآن في أجواء هذا المهرجان وفي الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان. أسماء الهجن عند العرب طبعا مقيدة بعمر المطية، سواء الذكور من القعدان والزمول والإناث من البكار والحيل، طبعا من ولادة المطية إلى أن تصل إلى عمر 5 سنوات تسمى بكرة، وبعد ذلك تسمى حايل. كذلك مزايا الهجن والميزات التي تختلف فيها الهجن عن بقية الإبل، كذلك الشرائح الإلكترونية التي جاءت حديثا في الإبل وفي الهجن، كذلك أعمار الهجن مبتدئا بالحوارة أو الحوار إلى المفروض إلى الحق إلى اللقي إلى الجذع إلى الثني إلى الزمول أو الحيل. كذلك أخوان الاتحادات القائمة والمهتمة بالهجن، الاتحاد السعودي للهجن، وكذلك الاتحاد الدولي للهجن الذي يضم أمامكم ما يقارب 13 دولة. هنا كذلك شرح مبسط عن الراكب البشري أو الراكب الآلي الذي
أصبح حديثا مخففا على الهجن لثقل البشر ولما يشكل هذا الراكب الآلي من خفة ومن مساعدة المطية للمحافظة على صحتها والوصول إلى السباق الذي يعتمد على قوة المطية نفسها وعلى سبق المطية نفسها، لأنه قد يؤثر على ذلك الراكب البشري من وزن راكب إلى وزن راكب آخر، بينما في حالة الراكب الآلي فالراكب الآلي غالبا يكون الوزن موحد لجميع المطايا. تابعونا في هذه التغطية وننتقل وإياكم إلى قاعة تقنية الهيلوغرام التي تعرض حديثا في الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد. فيها مواصفات من السودان، لازم عشان تعرف المهجن تعرف المواصفات الباقية، العماني اعرف مواصفاته والسوداني يعرف والحر اعرف، إذا لقيت في خالط بينهم اعرف أنه مهجن على طول. ما زلنا مستمرين معكم مشاهدي الكرام في التغطية للفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن. الآن نتواجد في القاعة الحديثة وهي قاعة الشاشات، يتواجد فيها أكثر من 20 شاشة. هذه الشاشات تنقل لكم أحداث تاريخية عن الهجن سواء في السعودية أو في الجزيرة العربية أو في خارجها عالميا، والاهتمام بالهجن عالميا كذلك ينقل لكم بعض الأحداث من سباق الهجن في نسخته الأولى في مهرجان ولي العهد في ميدان الطائف، وكذلك مشاهدينا الكرام الأشياء التاريخية التي تتعلق بتاريخ الوطن وبتأسيس الملك عبد العزيز رحمه الله لهذه البلاد الغالية على ظهور هذه الإبل ولاعتماد أبناء هذه الجزيرة في التنقل وفي الأكل من لحومها والشراب من ألبانها في هذه الصحراء القاحلة واعتمادهم على الإبل. سبلتها ملحية الذرعان شاقرة رقيقة والقض بين بطانها وحجبتها اضمرها ما كل شخص يطيقه على النسائي ما تغض بدنتها فجنا حركة المرافق عويقه مضرومة ما هي ترد لحمتها من زر منكبها تبين الحقيقة عسم اليدين وفالرجيل الوحتها انحرت شوك النهار وخلي مشاهدينا الكرام في هذه القاعة التي خصصت لعرض الشاشات لأغلب المعلومات التاريخية عن الهجن وجدنا مجموعة من الشباب وهم يتابعون الشاشات، وأكيد إن شاء الله أنهم استفادوا وأنهم جايين إن شاء الله يستفيدون من هذا المكان، وبإذن الله أن نشوفهم من المحافظين على موروثنا. تعرف عليك عبد الله القرني. عبد الله، وجودك في مهرجان ولي العهد للهجن وفي هذه الفعاليات التراثية اللي نرى إن شاء الله فيها المعلومات القيمة اللي تخدمكم، وش المعلومات اللي استفدتها وش الشيء الجديد اللي استفدته على الهجن؟ والله طول عمر السلامة، أول شيء احنا تعرفنا على أنواع الإبل، شفت كيف؟ وأعمارها ولا إله إلا الله، ومن غير الإبل طول عمر السلامة شفنا المهرجانات الثانية اللي من مثل المزمار مثل الأمور هذه، الفعالية طيبة، الواحد اللي يجهل أمور الإبل يعرفها مفصلة تفصيل من الأسماء موجودة في مركز هناك موجود زي الصالة عارضين فيها الإبل وحطين فيها لوحة مكتوب عمرها ومكتوب شنو حاوش الله، فشاكرين ومقدرين لكم. تحب الإبل أنت عبد الله؟ إي بالله أحبها. زرت السباق ميدان السباق؟ والله ما حصل لي لأني دوبلي جاي من كنت في جدة هنا، فدوبلي جاي اليوم عشان نحضر الفعالية وهذا اليوم اللي حضرت فيه. وحنا نقدم لك الدعوة أنك تزور السباقات وتشوف البل وتشوف السباقات والناس يتسابقون عليه بإذن الله على خير من طيب إن شاء الله بإذن الله. الفعاليات المصاحبة للمهرجان، وش أكثر فعالية شدتك وعجبتك؟ والله المنطقة هذه، المنطقة اللي فيها أول شيء المقاطع الفيديو وفيها طيب السلامة اللي فيها زي ما قلت لك ذكرت لك سابقا الصالة اللي فيها الإبل وحاطين فيها اللوحات هذه اللي تذكر أنواعها وأعمارها وشغل الشاشات، هذا شيء إبداع ما توقعناها أبدا، لكن صدمنا انها شيء مميز واكيد انها تطور السياحه، وهذا اول شيء يشكرون عليه جهودهم في السياحه في المملكه العربيه السعوديه اللي طوروا فيه من السياحه كامله.
من خلال المشاهد ومن خلال الشاشات الكبيرة دي. ما زلنا مستمرين وكذلك مع الشباب زوار هذه القاعة وزوار هذه الشاشات اللي نلاحظ إن شاء الله اهتمامهم ونلاحظ تفاعلهم مع هذا العرض الجميل إن شاء الله. حياك محمد القرني. ونعم محمد. محمد كيف تشوف العروضات في قاعة العرض؟ والله اكيد شيء جميل هنا قاعة شو اسمه تعريف بلبل تعلمك وش اسمها وش اعمارها وش الناقة العمانية والناقة الرسامي حق الدول يعني كل دولة لها نياق معينة وكويس ان نعرف الاشياء هذه من عندكم يعني. انطباعك عن الفعاليات عامة المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن؟ والله ممتاز يعني انا رحت سوق عكاظ لقيت الهجن هناك كل جيت هنا الهجن موجودة وان شاء الله نشوفها دائما باذن الله. باذن الله. نتعرف عليك؟ ريان عبد الله القرني. ريان انطباعك عن الفعاليات المصاحبه لمهرجان ولي العهد للهجن؟ كويس والله انا شايف ان الفعاليات كويسه بالنسبه لي كانت تكون في الطائف. فان الفعاليات انا اشوف انها كويسه. تجولت اكيد في حديقه الملك فيصل، وش اكثر شيء عجبك في الفعاليات؟ اكثر شيء عن الهجن يوم شفتها وعن السباق والعرضات الشعبيه والاشياء الشعبيه. هذا الدعم وهذا الاهتمام مثل هذه الفعاليات اللي تهمكم يا شباب وتعرفكم على الموروث الشعبي، كيف تشوف مدى اهتمام زملائك ومن هم في سنك بهذا الشيء؟ أكيد لازم أن الواحد يعرف عن الأشياء الشعبية عشان يتثقف ويعرف. أنا شوفنا شيء رائع والله. ما زلنا مستمرين مشاهدي الكرام في هذه التغطية لفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن. ننتقل من جناح إلى جناح آخر، أجنحة طبعا كلها مميزة وكلها عروض جميلة. يتواجد الآن خلفي وأمامكم مشاهدي الكرام السيرك الأمريكانو، طبعا هذا السيرك الذي تمت فيه العروض ويستمر يوميا من الساعة 4 إلى الساعة 9 مساء في حديقة الملك فيصل في الطائف. طبعا هذه العروض جميعها عروض عالمية، عروض استهدفت واستهوت كثير من زوار هذه القرية. كذلك مشاهدي الكرام تشاهدون أمامكم الشركات العالمية للكافيهات العالمية وكذلك عروض من أبناء شباب الوطن الذين استخدموا الأشياء القديمة سواء من الحاويات أو من السيارات القديمة لعروض وللعروض وكذلك لوضعها إما مكان لتقديم الأكل أو مكان كمكتبة أو لعروض الأشياء القديمة والتراثية. كذلك مشاهدي الكرام معرض الفنون الذي أمامكم الآن، هذا المعرض الذي يعرض فيه كثيرا من الفنانين السعوديين والفنانات السعوديات كثير من أعمالهم في الرسم وفي النسيج. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى بإذن الله أن نرى الإبداع من أبناء هذا الوطن الغالي ومن الشباب في هذا المهرجان وفي المهرجانات الأخرى. شوفنا العرق بفوفها واجهزتها وكل من الحظ يغص شقيقه يقول خليك واقف على مجاتها. ما زلنا مستمرين مشاهدينا الكرام وفي هذه اللحظات نلتقي مع احد زوار هذا المهرجان. تعرف عليك؟ سعود العتيبي طال عمرك. الله يحييك سعود. الله سعود زائر اليوم الفعاليات المصاحبه لمهرجان ولي العهد للهجن، كيف تشوف هذه الفعاليات وكيف تشوف هذه العروض؟ والله الفعاليات طيبه والحمد لله، مهرجان ولي العهد حفظه الله مهرجان طيب ويعتبر موروث للهجن وللابل، فمن كل ناحية يعتبر إبداع سواء في العرض هنا أو في السباق في المضمار. سعود أكثر شيء أعجبك هنا في المهرجان وأكثر شيء أعجبك من هذه العروض ومن هذه الأجنحة والفعالية؟ والله طال عمرك عرضنا أعجبنا الموروث الشعبي والعرضة عرضة الزير وهي عرضة خاصة بأهل الطائف والسوق الشعبي والمطاعم المحيطة بالمهرجان، فكل صراحة شيء طيب. أهم شيء استمتعت وانبسطت إن شاء الله. الحمد لله استمتاع والحمد لله أجواء طيبة وبوجودكم طال عمرك قناة الساحة، فهذا الشيء طيب.
الله يوفقك، وبإذن الله أن نلتقيكم كل موسم وكل سنة وأنتم مبسوطين ومستانسين، وأنت في خير وصحة وسلامة بإذن الله. شكرا لك طبعا، حياك الله. مشاهدينا الكرام، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يحوز على رضاكم واستحسانكم من فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن من هنا من حديقة الملك فيصل في الطائف. هذه الفعاليات التي تحافظ على تراثنا الشعبي، فنتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على إقامة مثل هذه الفعاليات ومثل هذه المهرجانات الذي تخدم الموروث الشعبي وتعرف أبناءنا وأبناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا بتراث آبائهم وأجدادهم، وما يدعم أسواق الإبل وما يدعم جميع من يستثمرون في هذا المجال، سواء الاستثمار في مجال الفعاليات أو الاستثمار في أسواق الإبل. فهذا الدعم وهذا الاهتمام لمسناه ولاحظناه من خلال زوار هذا المهرجان. نتمنى لكم قضاء أو وقتا ممتعا معنا، ونتمنى الخير لجميع من شارك في هذا المهرجان، ونتمنى الناموس والفوز لجميع من هما في ميدان سباقات الهجن. تابعونا في تغطية أخرى. إلى هنا نصل إلى نهاية تغطيتنا، تقبلوا تحيات محدثكم عبد الله بن رفعة. مع بعث الفتحة يراقب رفيقه وعصيهم عاد البطن ما سكتها، وليان طحن الشمس والنفس ضاقه، تلقى سبوق الخمسة لولا قفتها، قامت جماهير اليوم